مساء الخير. بوقت المسؤولين بدهم يزيدوا ضرائب على الناس، نسيوا انه الاموال العامه عم تتعبى مثل ما بيعبوا المي بالسله. شو نفع الضرائب طالما مزاريب الهدر ماشيه؟ وكيف المواطن بده يوثق يدفع زياده وبالمقابل بعد ما تحقق ولا مطلب اجتماعي موعود فيه مثل البطاقه الصحيه وضمان الشيخوخه وغيرهم؟ وإذا بدنا نعدد مزاريب الهدر ما بتكفينا الأيام والشهور، وأفضل مثال ملفاتنا اللي عم نبين الصفقات فيها من الكهرباء اللي بوقيحة بدهم يزيدوا تعرفتها إلى السوق الحرة، اللي عم نحذر دايماً من طبخ التلزيمة الجديد لوضع إدارات ومؤسسات وهيئات بتصرف الأموال بلا قانون محاسبة وحبل الهدر على جرار الفساد. أي ضرائب جديدة بده يدفعها المواطن؟ شو عم تعمل وزارات جديدة بالبلد؟ وأيضاً قضية اجتماعية تهز الضمير الإنساني ولكنها لا تحرك ساكناً في لبنان للمسؤولين مكتومي قيد يسألون عن وجودهم في الحياة. نبدأ مع العناوين. ليلة بعلم خبر. هالأسبوع منعطيكن علم خبر عن ضرائب جديدة بالجملة. شو رح يدفع اللبناني زيادة للموازنة الجديدة؟ وزارات، النازحين، التخطيط وحقوق الإنسان، شو خطتن؟ ناس من حقهم ينتموا للأرض، مكتومي الأيد وبدن وطن. منذكر كل المشاهدين مشاركتنا آرائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تمرق على الشاشة، كما بإمكانكم الاتصال لتسجيل شكوى والتواصل مع فريق البرنامج كل أيام الأسبوع. قصتهم مش قضية عادية، كيف ممكن الإنسان يعيش بلا هوية؟ يعني كأنه بلا وجود، كيف بيتعلم؟ كيف بيشتغل؟ كيف بيتجوز؟ كيف بيجيب أولاد؟ مين بيقول هو مين؟ بلبنان في كتير ناس مكتومين، منتابع هالتقرير سوا. أنا مين؟ أنا مين؟ بسأل حالي مين بكون بعالم صاير مجنون. جدي تجوز ما معه ورق وجاب ولاده ما معه ورق، فبي عمل نفس الشيء. فلما ولدت انا ما قدر بي يعمل ورق لانه ما معه ورق، ما في سجلني، حتى جوازهم ما كان شرعي لانه اثنيناتهم ما كان معهم ورق. بي مات انا باول رأيتين كنت فيه، كان عمري 9 سنين، كنت بعدني بالمدرسه. في كتير مشاكل يعني من وراء الهوية، مثلا المستشفى هي أول شغلة، شغل، زواج، أملك شيء. إذا بدي أروح أقدم على شغل بيقول لي يا بده ورقة أوراق هويتي أو شيء، يا بده الشهادات تبعي، يا بده 100 شغلة خيي، ولا شهادات فيني أقدم له لأنه ما خلصت مدرسة بالمرة، ولا أوراق فيني أقدم له لأنه ما معي. ليه؟ حتى لما بدي أروح أعمل أجار، أنا هون لو ما معي ورقة القاضية ما كنت قدرت اخذ هون بيت. اكثر من 80 الف مكتوم قيد على الاراضي اللبنانيه من دون اوراق ثبوتيه، عم يدفعوا ثمن اهمال اهلهم وغياب الدوله تيعيشوا بمجتمع بدل ما يساعدهم بيزيد معاناتهم وبيظلمهم اكثر واكثر. اكثر كلمه كانت تزعجني انه انا ابن شارع وما بيطلع مني شيء. كثير ناس كانوا يقولوا لي انت ابن شارع وما بيطلع من امرك شيء. هي اللي بتقول لهم طلعوا لك وين صرت، هي بيطلع مني كثير، شوف امي وشوف عمتي. بروح بزورهم اوقات، اذا عايزين شيء بجيب لهم، اذا مقطوعين من شيء بجرب ساعدهم قد ما فيني، بالرغم انه هن ما ساعدوني بشيء. الوقت اللي انا كنت باكثر وقت انه انا بحاجه لهم هن ما ساعدوني. انا بقول للمسؤولين بالدوله المسؤولين عن حالتي، بقول لهم انه فتحوا عيونكم شوي، اعتبرونا اولادكم مثلا، اعتبروا اللي حالاتهم هيك اولادكم وخلص خيي، مشوا لهم وضعهم. انا امنيتي انه يتزبط الوضع خيي، وما ضلني عايز اهرب عن الحاجز، مثلا يكون في حاجز لف طريقي مثلا كرمال ما يوقفني. معاناة هالشاب هي معاناة كتار واقفة حياتهم بسبب جريمة ما ارتكبوها، ما بيقدروا يتقدموا ولا يتعلموا ولا حتى يشتغلوا او يتزوجوا، فإلى متى يبقى مكتومو القيد من دون قرار او قانون يسمح لهم يعيشوا بهالبلد ويحملوا هويته ويعطوها لاولادهم؟ هي بلد لا مش بلد، هي أرض العالم مجموعين. بهالفقرة منستضيف ليا بارودة رئيسة جمعية ماتش، أهلا وسهلا فيك. وأيضا المحامي خالد مرعب، أهلا وسهلا فيك. حضرتك
رجل قانون وكمان ناشط اجتماعي، ونستضيف ايضا سمير الحسن اللي هو بصلب هيدي القضيه واللي بده يخبرنا عن حياته، مطالبه بانه ما يكون في حدا ما له وجود. شو رايك ليا؟ يعني كيف مكتوم قايد؟ يعني انا بعد بستغرب انه نحن بعصرنا في بعد هالقد انتهاكات لحقوق الانسان. يعني شخص ما عنده مكتوم القيد هو شخص مش معترف فيه، يعني ما عنده ولا اي حق، فما عنده حق حتى يبني مستقبل ولا يبني حاضر، يعني ولا حق بالتعليم ولا حق بالطبابة ولا حق بالزواج ولا حق بأنه يملك شيء ولا حق بأنه يورد شيء ولا حق أنه يصوت. طب هيدول الشباب يلي من وراء مرات بس مشاكل تقنية، يعني مرات بس بيكون أنه أهلهم ما سجلون بدوائر النفوس قبل ما يكون عمرهم سنة، من وراء جهل، من وراء فقر، من وراء شو ما كان. طب هول الأشخاص هل قد بدها حتى نرجع نعطيهم الحق الأساسي تبعهم اللي هو حق لبس وجود، حق لهوية؟ طبعا أستاذ خالد، في بعض يعني العراقيل القانونية إذا بدنا ناخذ كل حالة على حدة في إلها ظروف مختلفة، يعني وكلهم بيصبوا بإطار أنهم مكتومين القيد. في البعض يمكن أهلهم عندهم جنسية هن ما عندهم، مثل سمير حسين هلأ بدنا نسأله. في البعض بيكون ما عندهم بي أم عندها ولد مش معروف بيه. في أوقات يعني في عدة حالات، ولكن هل في محاكم يعني فيهم يلجأوا لإلها يطلبوا نوعا ما إنصاف، أو يطلبوا نوعا ما أنه يتسجلوا بالأحوال الشخصية؟ أكيد 100%. شو عم بيصير بالمحاكم؟ هلا هي المحكمة الأساسية هي القاضي المنفرد الناظر بدعاوى الأحوال الشخصية. هلا أوقات قبل ما نوصلوا لهالقاضي عم نحتاج نروح للمحاكم الشرعية والروحية لإثبات البنوة والولادة والنسب وإلى آخره. هلا بالأساس لنركز نحن على القاضي المنفرد الناظر بالأحوال الشخصية. نعم. هون المشكلة الأساسية إنه أول شيء بالمناطق لازم يكتروا عدد القضاة لأنه عندهم كتير دعاوى. وعم ياخذوا وقت كتير طويل، يعني البروسيدور عم تاخذ وقت كتير طويل. هالشي عم يضر كتير، يعني عم يعرض هالاشخاص لعده امور. عم نحكي ب 80,000 يمكن اكثر، هيدا رقم غير رسمي لانه نحن بغياب احصاءات رسميه. اكيد يعني اكيد. هلا الاساسي هو انه نلاقي صيغه او اجراء تسريع المحاكمه. طيب في حال انه حدا ناطر صار له زمان ناطر، نعم. وين عم يوصل بالمحكمه بالقضاء؟ هلا في كتير اوقات عم يعطون حكم لما عم يكون. شو هو الحكم؟ يعني اوقات حكم اثبات بعد ما يكون اثبات نسب واثبات بنوه، عم يعطون قرار بتسجيلهم بالدوائر الرسميه بلبنان بالاحوال الشخصيه. بالأحوال بيروحوا على الاحوال الشخصيه عم يقدروا يتسجلوا الأساسية. كمان عم تخلق عقده اداريه بالاحوال بس الشخصيه. بس هيدي المشكله، هي المشكله قانونيه بحت. هي المشكله اوقات في ناس عم بخاصموا الدوائر الرسميه. المديريه العامه للاحوال الشخصيه اوقات عم تاخذ هالاحكام القضائيه وما عم تنفذها، عم تعتبر حالها اعلى من الاحكام القضائيه. اف لهالدرجه. هيدا الشيء مخالف للقانون تماما، مخالف للاجتهادات. بس هي فيها لها حق حسب انا ما سالت، انه لها حق رئيس دائره الاحوال الشخصيه، كنا بنحب انها تكون معنا. نعم. هي خارج البلد، انه لها حق هي بمطارح ترجع يعني تعترض على القرار. أوكي. بهيئه القضايا القرار اللي بيكون صادر عن القاضي اذا لقيت انه هيدا الشق القانوني انا مني ضد، يعني عندها الحريه اذا بتلاقي خلل مؤتمن عليه تعترض. كمان هونيك لازم الاجراءات تكون قصيره مستعجله. نعم. لحتى ياخذوا حقهم. المشكله انه لما بيجيها قرار قضائي وبينرفض تنفيذه، بينوجد عندها وما بيتنفذ لسنه ست اشهر بدون اعتراض، بدون لا تبلغ صاحب العلاقه، بدون اعتراض. اوقات عم يجي احالات من محاكم. هلا رح نحن نحاول انه هيدي القضيه تكون ونتوجه فيها لمعالي وزير الداخليه انه هذا المشروع اللي انتم كمان رح تجربوا تتعاونوا معه. هي قضيه كثير يعني اكثر من قضيه انسانيه، يعني هي قضيه مصير ووجود ل 80,000 ويمكن اكثر. حق اساسي هيدا الحق الاساسي. وبالنهايه هالشريحه من الناس ما عندهم حدا يهتم فيهم، يعني اذا بدنا نحكي المهجرين عندهم كان وزاره، الناس حين هلا عندهم وزاره، الشباب عندهم وزاره، كل حدا، المراه عندها وزاره، هلا عندنا وزاره جديده هي وزاره حقوق الانسان. ان شاء الله هي تهتم. سمير بدك تخبرني شوي عن حياتك.
انت كيف عايش؟ يعني انت هاجس يمكن عندك انه تحصل على هالكرتونه هالورقه، شو بنقول عنها، هالبطاقه، هيدا هاجس حياتك كله. خبرني كيف مثلا، كيف تتجول، كيف بتروح، كيف تشتغل، كيف شو بتعمل؟ بتجول، بيعطونا بطاقه تعريف من عند المختار، هو بيعرف علينا، هي بنتجول عليها. بس على الحواجز، بس اي حواجز بنهرب منه، حواجز بيكمشنا، بتحولونا على الدرك، من الدرك على الامن العام. شو بتقول هيدي البطاقه التعريف من المختار؟ انه انا من ابوين لبنانيين، مقتوم القيد من ابوين لبنانيين. طيب المختار بكفي انه يتاخذ فيها هاي الورقه؟ برك المختار اجى عطى ما بعرف مين 30 40 واحد و1000 واحد بطاقه من هالنوع، يعني شو هي لها قيمه معنويه؟ ما بيعترفوا فيها لانه بياخذونا الدرك، بيحولونا على الامن العام. وشو بيصير بالامن العام؟ ليجوا اهلنا ليجيبوا ورق من المحكمه، ليجيبوا بتروح لاربع خمس سنين بسجن الامن العام المركزي بيروت. نعم. فهيدي طيب هيدي انت من صغرتك شو وضعك؟ يعني انت عندك بي وام من لبنان؟ ابي وامي لبنانيه، معهم هويه لبنانيه، وابي موظف وانت دوله. وانت ما معك هويه؟ ابي موظف دوله كمان. أوف. بس انا ما معي. موظف دوله؟ مدرسه، ايه موظف فيها، وضمان ومضمون وكل شيء. موظف بمدرسة رسمية؟ مدرسة رسمية ومضمون؟ ومضمون. وانت؟ خليه يورتك شي بطاقة. ما في ورتنا، يعني حتى عندي أخي مريض بالبيت لازم يكون يشمله الضمان، ما بيقدر يشمله. اوكي. يعني كتير عم نعاني من هذا الشيء. في عائلات كمان بالبقاع، في يعني وين ما كان بلبنان في يعني انا كنت بالمدرسه كنت شاطر منيح، يعني اول شيء وضع اهلي ما قدرت كفت، اكيد ما فين اقدموا على امتحانات رسميه على بريفي، يعني كان عندي الهاجز، اهلي يقولوا لي كفي لهم وصلت. شو بيعني لك لبنان انت ما عندك هويه؟ انا خلقان بلبنان، هذا وطني، انه شو اذا ما بدي الهويه يعني ما بيعني، اكيد بيعني لي شيء، من هي هذا بلدي، يعني ما بدي اعترف فيه، انا بدي اعترف فيه غصب عنه بوطني، يعني بشعب لبنان، ما بالسياسيين. يعني هن بيحاولوا يقلدوا الأوروبية ويقلدوا غيرهم، بس بكونوا السير اللي جيبين لها على لبنان. طيب انت ملفك وين؟ يعني انت عندك ملف عم بتطالب بالقضاء. بالقضاء كمان من اي متى؟ هلا ابي قدم تقريبا دل شي 10 سنين عم يشتغل على هذا الموضوع، اخر شيء محامي نصب علينا وما وصلنا لمحال. اف، ما هيدي مشكله ثانيه، يعني كان محامين بياخذوا مصاري وما بيكفوا بالملفات. نعم. يعني في عنا اتصال للحقيقه، هي الفقره يعني ورد يعني مئات الاتصالات بدهم يطلعوا يشاركوا بالحلقه، بدهم يجوا على الاستوديو، نحن كنا مفكرين انه حدا يمكن يكون عنده خجل يطلع يحكي بالموضوع، ولكن وردتنا كثير اتصالات للمشاركه. يعني قدر الامكان رح نتواصل مع شيخ ملحم من البقاع على الهاتف. مساء الخير. مساء الخير شيخ ملحم شمس الدين، تفضل. ايوه مساء الخير، تفضل، اهلا فيك. خبرنا عن الوضع، اللي شريحه كبيره من اهل المناطق البقاعيه، وسميت لي عدد كبير. نعم، من الضيع. لو سمحت توطي صوت التلفزيون من حدك لنقدر نسمعك، تسمعنا منيح. خبرنا عن وضع شريحة كبيرة بالبقاع من مكتومي القيد، تفضل. نعم. اولا بمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام وبهنيك على هالبرنامج الشجاع. شكرا. الله يعطيك الف عافية. في كم من الناس هن كانوا قيد الدرس. نعم. صار في عندهم اهمال تدوين اسماء اولادهم. سبب هيدا الاهمال انه اللي كانوا مستحصلين على قيد الدرس ما كان عندهم بالسابق، يعني بالسبعينات، قبل السبعينات. نعم. موجودين من مئات السنين بلبنان، يعني لحبك، ولكن كانوا هن عرب روحها المتنقلة، ما كان عندهم إقامة دائمة. نعم. فكان صار في إهمال قيد بهيدا الموضوع. في سنة التسعين، نعم، وقت اللي صدر مرسوم التجنيس، الاسم الأكبر منهم تجنس. نعم. ولكن بقي عدد من الناس مكتومين القيد أسباب عديدة. أنا بحكيكي على موضوع بيتعلق فيني كشخص، أنا لبناني اليوم ولكن زوجتي مكتومة القيد. نعم. السبب أنه كان بي وأمه، بي قيد الدرس، أمه مكتومة القيد، ما قدر يسجل الزواج. نعم. الزواج، اختلفوا الزوج والزوجة، انفصلوا عن بعض، ظلت البنت بدون قيد. نعم. استحصل الأب على مرسوم تجنيس 94، سجل اولاده من زوجته الثانية بعد زوجتي مكتومة القيد. انا مزوج، بدك تقولي يعني العيلة مشرزمة يعني بهيدا الاطار، يعني ما في معايير على العيلة كلها مثل بعضها. نعم.
نعم كثير معاناة عم بتعاني منها الناس بهالمثيل. مثلا أنا رجعت قدمت لها بمركز ملحق تجنس المتن رقم الوارد 10907 3 تاريخ 20/5/97، يعني إلي 20 سنة مقدم. نعم 20 سنة. بعاني كثير، بعاني كثير بالموضوع. عم تابع الأمور. عندنا كم، عندنا نحن خمس ضياع فيها كم من الناس المكتومة. قديش في أعداد يعني؟ اي ضياع؟ الضياع ضيعة الشحيمية وضيعة روضة دوريس، وعندك حي عبدوس، وعندك النعنعية. انتم بتنتخبوا النعنعية. بتنتخبوا انتم بالانتخابات؟ نعم نعم نعم، مدام نحن بننتخب عندنا اعداد لا يستهان بها بالانتخابات. عندنا نحن اعضاء مجالس بلدية، عندنا مخاتير، عندنا في كانت رشاش. طيب وين النواب؟ وين نوابكم؟ يعني انتم ما ما بتطالبون انه ولادكم على الاقل ولادكم يصير في تشريع قانوني لانه ياخذوا جنسيتكم؟ اسمحي لي عبر هالشاشه الكريمه وجه نداء لفخامه رئيس الجمهوريه اللي هو بي الكل، ودوله رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودوله رئيس الحكومه الشيخ سعد الحريري، ومعالي وزير الداخليه نهاد المشنوق، ومعالي وزير الخارجية اللي ما عم بيخلي جهد من عم يدور يشوف وين بده يرجع إعادة. نحن منوجه النداء معك، يعني نحن منوجه يعني النداء معك، ونحن رح نكفي بهيدا الملف. تفضل. نعم بنقول أخذت من وقتك، اسمحي لي بس. نعم بعد الله يخليك. تفضل. في ناس محرومة حرمان، عم تدفع ضريبة عمار، رخص للعمار، تدفع ضريبة ميكانيك، تدفع زبوطة كهرباء، تدفع زبوطة تليفون، بتدفع مش قادرة تسجل أولادها. نعم إنما أبسط الحقوق الإنسانية بدي أقول ما عم بيقدروا ينالوها. يعني اليوم ولد بيتعلم ما بيقدر يكفي علمه، ولد بيتعلم إذا تعلم بمدارس خاصة ما بيقدر يتوظف. نعم. إنسان بده يشتغل يعيل أولاده ويطعم أولاده، بده يشتري سيارة لا يسترزق الله فيها يجيب لقمة عيش لأولاده، ما بيقدر يطلع على الطريق لأنه مش قانوني. شكرا لك. نعم بتعاني. أنا بشكرك. شكرا لك. مجال حبذا لو نداءنا بيوصل. إن شاء الله. إن شاء الله. أولت امبارح، اسمحي لي بس هالكلمتين بعد. تفضل. أولت امبارح كان عندكم على هالشاشة الكريمة. نعم. اللي أنا بتشكركم جميعا، كان في لقاء لأبناء فخامة الرئيس بناته. لبنته السيدة شونتال، هي كمان طرحت إنها تهتم بهالقضية. شكرا لك. للحقيقة كمان نحن عرفنا من ميشيل أبو سليمان أنه معكم بنوجه له تحية. وليه خبرينا بعد شوي أنتوا شو نبين تعملوا بهذا المشروع؟ نحن بلشنا هذا المشروع من زمان. أول شيء استلمنا ملفات مع الأستاذ خالد. نعم. بروبونو أكيد كرمال هالشباب يلي ما عندهم أصلا. عم تتواصلوا معهم؟ عم تقعدوا؟ إيه ونحن عم نقدم الدعوة للقضاء وعم نتابع الموضوع. وانتبهنا من خلال هيدي المرحلة انه في مشكلتين اساسيتين. اول شيء مثل ما قال الاستاذ خالد، بطء بالقضاء والتكلفه، لانه في كثير من هالعالم طب ما عندهم كمان امكانيات ماديه حتى طبعًا يعملوا كل هيدا الموضوع. وثاني شيء سو بياخذ سنين هيدا الموضوع وبكلف طبعًا. ولما يوصل على الداخليه في مشكله ثانيه مثل ما قال الاستاذ خالد، انه مرات الحكم ما عم يتطبق، ما عم يتنفذ، وعم بينطر عنا ملف مثلا تقدم على القضاء بال 2006 وصل على الداخليه بال 2012 2011 بعد لهلا 2017 بعد ما نرد من الداخلية. قرار إحالة، يعني أحالته محكمة الاستئناف لوزارة الداخلية. نحن حنتابع الموضوع مع رئيس دائرة الأحوال الشخصية لأنه ما مع معالي الوزير الداخلية. نعم. وهذا المشروع اللي هو فتح لنا المجال أنه نحن نفوت على الوزارة ونتعاون معهم تنشوف كيف فينا نحسن هذا الموضوع، فبنشكره أكيد بهذا الشيء. عم نعمل أكيد كمان حفلة توعية مع معالي وزير الصحة غسان حسباني بكل المستشفيات الحكومية، عم نوزع كتيب أنه بليز سجلوا أولادكم، على القليل نبلش نعمل حفلة توعية حتى يعرفوا ولا انه يقدروا يتحكموا حتى لو ما معهم. ايه ايه كل شيء يمكن يعني هي بدها خطوه لاحقه كمان. كمان بس على قليل توعيه، لانه في عالم ما بتعرف انه لازم تسجل اولادها كمان، وهذا الشيء مهم يعرفوا. يعني احنا حبينا نوصل صوت هالناس اللي هن موجودين بالمجتمع معنا وعايشين معنا، وهن مفروض يكونوا يعني خلقوا بهالوطن، وخاصه انه اهلهم عندهم جنسيه. كمان معنا اتصال لمكتوم قايد فادي تعيم. تفضل. الو. ايه تفضل فادي. انت مساء النور. اهلا فيك. بخير لكل حاضرين ومشاهدين، كيفكم؟ منيح، كيفك انت؟ تفضل. كثر خير الله الحمد لله. معك فادي طعيمي من منطقه الصعور الرباع الاوسط زحليق. نعم. انا عمري هلا 30 سنه، انا من بي لبناني، امي لبنانيه،
جدي لبناني خلانين بهالوطن قبل ما بيتاسس لبنان الكبير 1925 وانا هلا مكتوم عايد لسبب ظروف خارجه عن ارادتنا، هي جهل من الاهل، هي وضع الحرب اللي كان بلبنان. ليه كانوا لازم كانوا بيقدروا اهلك اهلكم يسجلوكم وما سجلوكم يعني بالقيود ولا لانه ما في ست غادة؟ عفوا انا امي اسمها انعام طعيمي لبنانيه اساسيه بنت عمو لبيي، امي من احصى 32، بيي كان قايد الدرس اخذها بال 67 تمام. اوف وانتم ما قدرتوا رجعتوا اخذتوها بالمرسوم التجنيس؟ انا بالمرسوم التجنيس بي قدمنا بس احنا ما كان معنا قايد الدرس لانه بي بعد قايد الدرس بده يدفعوا عليها مثل رسوم الميكانيك بتعرفي، احنا كان عنده 7 اولاد وبدفع على الخمسه يعني سبب بمطرح هو سبب في فقر يعني بمطرح انه صح يعني ان شاء الله يكون وصل صوت. انت شو بتطالب؟ وصل صوتك من هالمنبر. انا ست غادة على قضيتي، انا مشكلتي هلا بالقضاء، انا عامل دي ان اي فحص دي ان اي، انا اخذ حكم قضائي بالجنسيه اللبنانيه، بس مشكلتنا يا ست غادة ببطء القضاء يعني ما في حركه، يعني تصوري لحد هلا ما في حركه، يعني صار لي 3 سنين انا بالقضاء ولحد هلا ما وصلت شو بدي لك. ان شاء الله بكون هلا يعني اللي لازم يسمعوا عم بيسمعونا. شكرا لك فادي طعيمي. استاذ بدي انهي معك الفقره، شو يعني اليوم بالقانون قديش مثلا لازم مثلا نقابه المحامين يكون في عندها عونه قضائيه لهالناس؟ طبيعي. قديش لازم يكون في مكتب يمكن بالنقابه بلجنه حقوق الانسان بنقابه المحامين؟ لانه بدهم محامين مثل ما عم بقول اوقات ما معهم اموال كمان مثل ما قالت ليا. شو بتقترح كمان من ناشد نائب المحامين؟ اكيد نقابات المحامين هن اساسيه لصون حقوق الانسان بشمال وبيروت، ولازم اكيد يكون في مكاتب لهالمواضيع، لخاصه هلا في عم يعطوا معونات قضائيه لبعض الاشخاص بس مش بس كمان البروسيدور تبعتها كمان شوي طويله للمعونه القضائيه. سو كمان في اساس، في دور اساسي للمحامين ونقاباتهم، في دور اساسي للقضاء ليستعجلوا بالبد بهيك ملفات وللاحوال الشخصيه، واهم شيء للمديريه العامه للاحوال الشخصيه لتنفذ القرارات القضائيه فور ورودها. نعم. يعني ما نقعد سنين لحتى ننفذ، على الاقل بحالات مثل الاهل انه هن لبنانيه خلص 100%. ليش الاولاد ما عم نحكي بالمواضيع الثانيه غريبين. بعدين قديش في فينا نحكي كمان قديش في شلل بالمجتمع لما بيكون في شريحه كبيره اهلهم لبنانيين هن مش قادرين يتعلموا. 100%. يعني هون نحن عم بيكون في عندنا مستوى اجتماعي ما بنعطي فرصه للشاب انه يتعلم انه ينهض هو بمستقبله بالبلد، وهذا شيء كثير خطر حتى يقدر يشتغل مثل ما لازم. بيجر الشباب للعنف، بيجر الشباب يجرهم على الجريمه وعلى العنف. 100%. شو رايك؟ سمعنا صوتك بالاخر سمير. انا رايي وزاره الخارجيه عم تبرم على كل دول العالم، وين في لبناني معه كارنيه صغيره ما تقول لك انت فكرت تفوت على تنظيم النصره لانه انت لا ما تقول انه ما تقول هيك انه عم يبرموا اخر الدنيا ليجيبوا له معه شيء ورقه تثبت انه جده لبناني. ما هو جده نحن بنتمنى انه كل حدا ونحن شو حابب ينتمي للوطن، حابب انه يكون يعني يكون مواطن صالح ما عنده ملف انه بيعوق دون انه ينتمي للوطن، انه ينتمي للوطن وخاصه اذا كان بحاله اجتماعيه صعبه وعنده يعني كمان. يعني نحن بلبنان فنان كبير نسيت شو اسمه مات مقطوم الكيد، بس عيب على اللي عندنا انه كيف فنان كبير عندنا بلبنان ان شاء الله انه بتبطل مقطوم القيد ان شاء الله. الله يسلم منك. ان شاء الله الله يسلم منك. رح ننهي الفقره بكلمه منك ليا. لا انا بس بدي ارجع اطلب من الدوله، من وزاره حقوق الانسان الجديده هلا، اكيد من وزاره الداخليه اللي عم نتعاون معها هلا، انه بليز هيدا الموضوع لازم يكون موضوع اساسي، لانه هيدا حق اساسي، حق بالوجود اهم من كل الحقوق اللي عم بيحكوا فيها. نعم فبس طبعا انا بدي انهي الفقره بانه اللي ضحكنا قبل شوي ممكن هو يكون عم ببكينا، ممكن اللي ما عنده انتماء لوطن ينتمي لقبيلة لعشيرة لما بعرف مين، لناس مجموعات تاخده على ما بعرف وين، وهذا شيء كتير خطير بلبنان. بدي نتوقف مع فاصل إعلاني تنرجع نتابع حلقتنا.
بعد تشكيل الحكومة نطروا الناس أنه يرتاح البلد وتزبط الأمور، ولكن بدل ما يوقف الهدر يبدو أنه لازم ندفع ضرائب زيادة. شو القصة وشو رح يصير؟ منشوف سوا بهالتقرير. إذا كل العالم شراي وجزء منهم بيعينوا. ضرائب جديدة عنوان المرحلة المقبلة على المواطنين بما يتعلق بحياتهم الاقتصادية، فبعد سنوات من اللاموازنة، إقرار موازنة 2017 رح يتضمن إقرار الإجراءات الضريبية التالية تحت مسمى رفع الإيرادات. أولاً، رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% ورفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة حسب النوع، وفرض رسوم على المسافرين بطريقة البر بقيمة 5000 ليرة لبنانية، ورفع رسم السفر عبر الجو، كما فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4% وإضافة رسوم سعر متعددة، ورفع سعر بعض الرسوم على الطابع المالي مثل رفع الرسم على سجل العدل من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة لبنانية ومن 100 إلى 250 ليرة لبنانية على فواتير الاتصال التجارية، ومضاعفة الرسوم يلي بيطلبها كتاب العدل من المواطنين لإتمام أوراقهم لصالح الخزينة. قبل ما يطلع الضرائب، قبل ما يحكوا، بعد ما حكوا فيها كل السوبر ماركتات غلت 20-25%. خربان بيوت، يعني هيك عم قول للبناني ارحل، بالعربي البسيط ارحل. كارثة. يزيدوا على النواب والوزراء، مش علينا، مش علينا، لأن احنا معاشاتنا قليلة. الواحد بالمية بيعطوه بجيبون عادي مثل العادة، ما حيتغير شيء يعني. كثير ضرايب بعدين، ايه ليش لا؟ ما معروفة الحكومة، مش هتغير على هالشعب. بتمنى انه الدولة تحصل اللي إلها يمكن كافي لحتى تغطي الكسر. هلا ما معنا نشتري، وإذا رفعوها أكثر. ساعد الله يعين مجموعات الشرايين. شو بتقول لهم؟ ما في ولا ليرة. يزبطوا ندفع المواطن شوي وخي، يزبطوا شوي. ما بدنا شيء منه، الله يخلينا اياه ويطول بعمره، بس يضبطوا نفس المواطن. ما بيصير هذا يا خي، ما بيصير كثير هالقد، الله يساعد المواطن بعيشته. المواطن الغاضب على سلسله القرارات يلي قد تبصر النور قريبا رح يكون عرضه لرفع ضرائب كبير ايضا باكثر من شق عقاري، ما من شانه ترك اثر على هالقطاع يلي اساسا بمر بمرحله صعبه. واكثر من هيك، وبحال حاول المواطن قطع ورقه نصيب ليهرب من هالواقع، فالجائزه رح يخصص جزء منها للخزينه من هلا ورايح، بحيث رح يتم تحديد رسم نسبة على جوائز الحظ ببلد غير محظوظ ماديا حتى اللحظة. بهالفقرة منستضيف الخبير الاقتصادي والمالي دكتور غازي وزن، أهلا وسهلا فيك، وأيضا البروفيسور جاسم عجاء الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، أهلا وسهلا فيك. بلش معك دكتور عجاء، بدنا نبسط للناس أي شو رح يدفعوا ضرائب زيادة، يعني مبسط لهم أنه قديش هالضريبة عم بتمسهم بحياتهم اليومية. يعني اللي فينا نقوله أنه تقريبا كل شيء من حياتهم البسيطة اليومية رح ينطال بشقين أو بطريقتين، مباشرة وغير مباشرة. مباشرة عبر الزيادات اللي محطوطين، مثل ما تذكر بالروبورتاج في بعض المعاملات رح ينزاد عليها رسوم وإلى ما هنالك. في مثلا مثل المشروبات الروحيه، مثل كله بده ينزاد عليه بشكل مباشر. بس في عندي كمان الشكل الغير المزود مباشر، كمان المزود عليه 4%. بعتقد انا انه الشكل الغير مباشر هو الاخطر، اللي هو عبر التي في اي، لانه المشكله انه راح تزيد كمان هذه على المحروقات. إيه راح تزيد على المحروقات، بس المحروقات بما انه مستخدمه بكل القطاعات، هذه بسموه شوي صغير تضخم ضمني، امبليسيت انفلاسيون امبليسيت، يعني بتتمدد بقلب الاقتصاد، ورح نشهد غلاء بالاسعار تقريبا بكل القطاعات بكل المجالات، ان كان مبرر ولا غير مبرر اقتصاديا. ولكن يعني اذا بدنا نتوقف عند الويسكي، شفنا طرحوا الصوت اصحاب المؤسسات السياحيه، واكيد معهم حق، يعني منا بس لاستهلاك شخصي، هي لاستهلاك سياحي الويسكي بحد ذاته، انه تتضاعف الضريبه عليها بهيدا الشكل 5 مرات. يعني شو بتوقف هون؟ هل بقصدك كمان بطريقه مباشره وغير مباشره
هيك ضريبة بتأثر على القطاع السياحي؟ أكيد أكيد بدها تأثر، لأنه الويسكي بالنقل نقل وفي محروقات، وبالتالي المحروقات كمان رح تنعكس على الأسعار. عم نحكي على سبيل المثال غير مباشر في كمان. في هذه هاي بس تقريبا كل شيء رح ينطال فيه المواطن. بالوقت اللي كانوا ناطرين الناس دكتور يعني بطاقة صحية، ناطرين ضمان شيخوخة، ناطرين سلسلة رتب برواتب، اليوم شو يعني وناطرين موازنة لحتى قلنا بالموازنة بتضبضب الإنفاق شوي وبطل في هالفلشة هيدي، اجت الموازنة لحتى كأنه نقول يعني لو بلاها أحسن إذا فيها الأدى ضرائب، شو رأيك؟ هلا أول شيء نقطة إيجابية ذكرتيها، إنه أهم شيء اليوم إنه الحكومة عم تدرس وعم تناقش موازنة، وبنتوقع على إنه من خلال أسبوعين أو ثلاثة حتى أقل إنه أن تقر الحكومة هذه الموازنة، وبعدين شو مصيرها بمجلس النواب بنشوف. نعم. هي أو إيجابية، وإيجابية تانية كمان بناخدها بعين الاعتبار إنه هذه الموازنة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، إنه بالنهاية الأمر في عندك تقريبا بين متقاعدين واللي بيشتغلوا بالقطاع العام أكثر من 245,000 موظف يشتغلون متقاعدين منتظرين هذه السلسلة منذ سنوات. هل برأيك رح يتقر الزيادة الضريبية مع سلسلة ترتب الرواتب؟ يعني هيدا النقطة الثانية شو اسمه الإيجابية. النقطة الثالثة يلي فينا نقول عنها أنه سلبية بالموضوع هي أنه تتضمن إجراءات ضرائبية متعددة، في عندك 27 إجراء ضرائبي، وهذه الإجراءات الضرائبية بدنا ناخذ بعين الاعتبار شغلة أساسية واحد بدي أقولها، أنه هذه الإجراءات الضرائبية من وضعت مبارحة. هذه الإجراءات الضرائبية بلش البحث فيها في عام 2012، يعني الوضع الاقتصادي في عام 2012 كان بعده شوي بلش يتراجع، لأنه في عام 2010 كان الوضع الاقتصادي في لبنان جيد، كان النمو عم تحكي ب 8%، وكان وضع المؤسسات منيح، بلش يتراجع من 2011 مع بدء الأزمة السورية، و2012 بلشوا يبحثوا هن هذه الإجراءات الضرائبية. الإجراءات الضرائبية خصصت ونوقشت ودرست في فترة 2012 و2014، في عام 2017 عندما جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعت بشكل كبير جدا حطوها. يعني ما أخذوا عين الاعتبار أنه نحن اليوم نمو عم تحكي أقل من 1%، يعني كأنه ما في رؤية استراتيجية، مش إنه ما أخذوا بعين الاعتبار، ما أخذوا بعين الاعتبار تراجع المؤشرات الاقتصادية لغالبية القطاعات الاقتصادية، وبنفس الوقت على إنه الأوضاع الاجتماعية للناس بهالأربع خمس سنين تردد بشكل كبير جدا، ومداخيلهم تراجعت كبير جدا، وبنفس الوقت إنه انعكست كمان يلي كان يجيون تحويلات من برا كمان بالتراجع اللي صار بالمرة، ما أخذوها بعين الاعتبار، حطوها هي ذاتها، درسناها حطيناها ملزوقة بالسلسلة. هيدي المشكلة الرئيسية فيها. من هون إنه اليوم بلشت قوى سياسية بالمناقشة مثلا امبارحة بيقولوا منخلي السلسلة أو منفصلها. يعني إذا فصلوا السلسلة بيطيروا السلسلة والضرائب، بيخلوا موازنة نظيفة فاضية ما إلى شيء. بس الخوف كمان من إنه يخلوا الضرائب وما يقروا السلسلة، ما في خوف من هيك؟ مستبعد من القصة، لأنه اليوم عم نلاحظ إنه كل القوى السياسية ما حدا منهم بده يتحمل مسؤولية. هلا مثلا إذا بنحكي على التبقى مثل ما قلت بس عم نرفعها من 10 ل 11، لو ارتفعت 1% تبعاتها كثير كبيره، لانه بالتقرير في احد الاشخاص قال بشكل كثير جد بعد ما طلعت رفعوها صارت المحلات كلها بتغلى 10 و15% بهالموضوع. من هون انه ما حدا من القوى السياسيه اليوم قادر يحملها، قادر يحملها عبوب انتخابات كمان، عبوب انتخابات وقصه حكومه ما بنعرف كم شهر لها. نعم. شو رأيك دكتور عجائة؟ أنا اللي بعتقد أنه في عندهم مشكلة أساسية بهذه الموازنة قبل ما أقول اللي بدي أقوله إذا بتسمحي لي، بين قرار الموازنة وعدم إقراره. أنا بحالتها الحالية يعني قرارها بحالتها الحالية وعدم إقراره بفضل إقراره، لأنه مثل ما تفضلتي وحكيتي على قليلي بنعرف حالنا أنه مش حيصير فينا مثل ما صار بين 2005 و2017 ندوبل الدين العام تبعولنا بواسطة اعتمادات من خارج الموازنة. خلينا مثل ما بقولوا هاي الشغلة أساسية ومهمة، ولكن الموازنة عندها عطل أساسي. عادة الموازنة في نوعين، في الموازنة بالبنود والموازنة بالأهداف. الموازنة بالأهداف بتكون هذه جاي من وراء خطة اقتصادية وضعتها الحكومي، وبالتالي بتترجمها وزارة المالية هذا اللي مش موجود حاليا، هذا اللي مش موجود. عم يعملوا موازنة بالبنود، يعني عم يلقطوا مشروع سنة الماضي بغير فيه بند أو بندان أو ثلاثة أو أربعة اللي هني المعنيين، يعني بلبس طوب على غير هذا اللي
عم بيصير، وبالتالي نتفهم انه هالموازنه اللي هي، انا بوجه تحيه لوزاره الماليه وللمدير العام هونيك ولمعالي الوزير انه اوريدي عم يطلعوا بمشروع موازنه، ولكن الخيارات لازم يكونوا خيارات سياسيه للحكومه، خيارات سياسيه اقتصاديه واضحه، وهذا اليوم للاسف هو مفقود. وانا بعتقد شخصيا انه في تخوف على السلسله اكيد، مثل ما تفضلوا حكي دكتور وزني يسحبوها. في شيء خوف البعض يطرح مخاوف انه تطير السلسله وتركب بالضرائب بالموازنه. بدها تبقى الضرائب لانه ما في عندك حل ثاني. ست غاده اذا بتسمحي لي، اليوم هني عم بيقولوا بقلب المشروع عندهم عجز 5.2 مليار دولار. نعم. عجز موازني. طيب السلسلة كمان بحسب المشروع هي 1200 مليار ليرة، يعني معناتها بيطلعوا شي 800 مليون. إذا أمنا 800 مليون من 5.2 بضل اللي عجز 4.4، كيف بدهم يعملوه هذا؟ يعني حالتك من اللي عم بيشككوا كخبير أنه في يعني مقصودة، وكأنه أنه من حتى الضرائب من عرق الإقرار الموازنه بسبب هذه الضرائب، وكأنه هيك عم تنطبق. لا مش هلأ هني، بس قدم وزير المالية الموازنه قدمها باثنين سيناريو. سيناريو واحد تتضمن السلسلة يعني يلي قيمتها 1200 نعم. مليار ليرة، يلي بتأدي إلى عجز 5.2 مليار نعم. دولار أو 9.5% من الناتج المحلي. والسيناريو الثاني نعم. بدون السلسلة بس مع إجراءات الضرائبية، يلي بتأدي إلى خفض العجز من 5.2 لل 4 مليار، يعني تقريباً 8% أو 7.5% من الناتج المحلي. قدم هالاثنين سيناريو بالموضوع. وهون بس الاثنين موجودين الضرائب فيها. أنا من الأشخاص يلي بشوف على أنه يفترض على الحكومة أنه عدم إخراج السلسلة، فصل السلسلة من الموازنة. هن قانونياً عبروحوا من مبدأ أنه في مشروع قانون للسلسلة موجود مجلس النواب بتقدم بتشرين الأول 2014. أنا بدوح من مبدأ شمولية الموازنة. شمولية الموازنة يعني بالإنفاق وبالإيرادات خلوها جوا، حتى الموظفين تبع القطاع العام ما يطلعوا برات السلسلة، لأنه يعني أنا خايف أنه يطلعوا الموظفين تبع القطاع العام من السلسلة. رح نكفي معك بعد الفاصل الإعلاني، كمان رح يكون عنا وقفة بموضوع النازحين، نمرق على هالموضوع لسيما وأنه في وزارة جديدة للنازحين. فاصل ومنتابع. منتابع معكم الحلقة وبالفقرة الاقتصادية عن الضرائب وعن النازحين. دكتور عجاء، كنا عم نحكي تحت الهواء وفي جداول رقمية حضرتك أعددتها بتظهر أنه إقرار الموازنة وحتى بهيدي الضرائب مع سلسلة رتب ورواتب تؤدي إلى عجز بالعجز الجديد. مزبوط. هلأ رح نشوف على الشاشة إذا بتشرح لنا أكثر عنها. هني عادة مبدأ الموازنة اسمع عليها لازم يكون متوازنين، يعني المداخيل وال نعم. اللي عم نشوفه هلا على الشاشه شو بيقول؟ هذا هو هلا اللي بنشوفه، اول واحد على الشمال بنشوف نعم. فيه احمر واخضر. نعم. الاحمر هو اللي الصرف الانفاق الجاري بنسميه، يعني اللي هن ما لهم قيمه بيروحوا، والاخضر اللي فوق منه هو الانفاق الاستثماري. وعم نشوف هون الرقم 16.4 مليار دولار للمجموع. بالمقابل عم نشوف في عنا ايرادات اللي هو الكولون الازرق اللي فيه 11.2 نعم. مليار دولار مداخيل، وبالتالي رح يطلع عجز ناتج عنهم بقيمة 5.2 مليار دولار، يعني رقم منه قليل. طيب يعني نحن اليوم قدام مشكلة كبيرة، انه حتى لو زدنا ضرائب رح نروح على عجز، شو الحل؟ هلا اكيد هلا هي الموضوع بلشنا ببداية الحديث على انه عنا وضع اقتصادي متأزم وصعوبات لدى المؤسسات الاقتصادية. ما فيها دولة تطلع بدون ما انه تحط ضرائب، ولكن يفترض على سياستها الضرائبية تكون انتقائية. نعم. بلشت تحكي أنت على قصة الهدر. الهدر والفساد أكيد أنه يفترض على الدولة أنه تعالج أو تكافح الهدر والفساد. هلأ منشوف لأنه الهدر كلفة والفساد كلفة الهدر والفساد اللي البعض حطت ما رح أحكي بالكلفة، أنه الهدر والفساد نعم. لأنه بيجي من ناحية الجباية بتجي، ومن ناحية الإنفاق بيجي على المال. خلينا نشوف بس نعم. بس الموضوع أنه بس عم بحكي أنه بضرائب انتقائية، انه يفترض انه نقوم بضرائب انتقائيه. في ضرائب انتقائيه بدها وقت، مثلا بس نحكي على ادراج ضريبه الموحده على المداخيل. نعم.
يلي موجوده من قبل صندوق النقد وكذا بتأمن 400 مليار ليره بس بدها وقت، بس مفروض يبلشوا فيها هلا. نعم. بس عم تحكي على قصة هذه مثلا، قصة في مشروع قانون تبع تسوية الأملاك البحرية كمان هيدي موجودة 500 مليار. خلينا نشوف هلا تحديدا بموضوع الزيادة الضريبية لحتى الناس يعني حابين يعرفوا شو عم بيصير بالنقاشات. معنا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور لك ولضيوفك. يعني بكل التحاليل وبكل الاستطلاعات اللي عم نشوفها انه هذه الموازنه ضرائب جديده مع سلسله رتب ورواتب بتؤدي لعجز، كيف اذا طلعت بلحظه مثلا ما هالموازنه بضرائب جديده وحتى يمكن استبعاد الرتب والرواتب، شو رايك؟ برايي انه اكيد لازم يكون في لكل مرحله لازم يكون في إلى نظرتها وفي إلى رؤيتها المالية بحسب الواقع اللي عم نعيشه. نعم. مش بحسب تمنياتنا. اليوم الواقع اللي نحن عم نعيشه هو واقع مأزوم، بنعرف إنه الوضع المالي بكل المؤشرات الاقتصادية سلبية، النمو بأوطى درجاته. نعم. الدين العام نسبة العجز مرتفعة جدا، مسألة الفساد والهدر والتفلت بالإنفاق يعني بعد لم يتم اي اصلاح فعلي. في عندك رقم بموضوع الهدر؟ هل في رقم بحجم الهدر السنوي بلبنان او بكلفه الهدر؟ في شيء رقم مقدر يعني؟ ما فينا نعطي رقم رسمي لهالموضوع ولا حتى مقدر، لكن اكيد نسبه كبيره. يعني اذا عم ناخذ الكهرباء، عجز الكهرباء اليوم بيتخطى المليارين دولار. يعني الوضع اكيد في عندنا كمان تفلت بالإنفاق بالصناديق، نعرف انه في اكثر من 40 هيئة غير خاضعة للمحاسبة. نعم. كل شيء اسمه محاسبة مؤخرة او رقابة مؤخرة بمارسة ديوان محاسبة غير موجودة. نعم. من سنة 94 95 لليوم، وبالتالي المطلوب من هالموازنة كان، وهذا اللي نحن ملاحظاتنا رح تكون. نعم. كان بمجلس الوزراء او بمجلس النيابة، المطلوب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع. أولاً على بالنسبة للدين العام وإجازة الحكومة أنها تتدين. نعم. يعني هذه لازم تكون كتير استثنائية ومضبوطة وبشكل كتير واضح، يعني ما يكون. نعم. في أكثر من إجازة وإمكانية لتخطي سقف معين بالدين العام وقت الحكومة بدها تقوم بهالعمل. اثنين، في إصلاحات نحن طلبنا فيها بلجنة المال والموازنة على مدى سنوات كانت أقرتها اللجنة بإجماع أعضائها، كمان هيدي كان بالهبات والقروض وطريقه اليه تدوينها. نعم. كان بالخزينه او بمتابعتها. هلا بدي اروح للضرائب. الضرائب بوضع الانكماش الاقتصادي اللي نحن عم نعيشه والسلسله مثل ما حضرتك ذكرتي عن حق انه هالسلسله بالنهايه، انا اشتغلت بالمجلس النيابي، عملت رئيس لجنه ورئيس لجان مشتركه على فتره. نعم. للجنه منبثقه عن اللجان المشتركه. هيدي الضرائب اللي انوضعت لتمويل السلسله. اذا هالسلسله مش وارده بنودها اليوم ما في لزوم للضرائب يعني وحتى لو بدنا نمولها لازم تقر قبل. وهذا الاقرار يكون في المجلس النيابي لطالما في قانون موجود بالمجلس النيابي لإقرار. يعني حتعترضوا على اي زيادات ضريبيه طالما اذا ما كانت بدها تقر او اذا ما كانت مطروحه سلسله الرتب والرواتب؟ زياده ضريبيه عشوائيه يعني لازم يتاخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصاديه. انا شخصيا بالمطلق. نعم. ضد زياده ضريبيه بالمرحله الحاليه. على كل حال نحن رح نتابع هذا الموضوع اللي هو موضوع الساعه عند كل اللبنانيين. شكرا لك استاذ ابراهيم كنعان. دكتور عجائة، بدي أنا أسأل، يعني في تقدير، مش ممكن ما يكون في تقدير لكلفة الهدر السنوية، حضرتك قدرتها بمبلغ كتير كبير اللي هو 10 مليار. نعم. هل قد كلفة الهدر السنوي؟ نعم، في عندي الهدر والفساد اللي فيهم تقريبا بحدود 10 مليار، في عندي 5 مليار، يعني حوالي عم نحكي ب 70 خمسة قد كم مليون دولار يعني؟ 10 مليار دولار. هي عم تحكي 10 مليار سنوية دولار. عم نحكي هذه السنوية كلفة الهدر السنوية. نعم. 10 مليار دولار. هذه في عندك 5 مليار دولار خسائر مباشرة، يعني هاو أموال كان لازم يفوتوا على الخزينة وما فاتوا. في عندك 5 مليار اللي هن رايحين على المكنة الاقتصادية مثل ما بقولوا ضيع فرص. أنت جامع الكلفة المباشرة والكلفة الغير غير مباشرة. غير يعني رقم كتير كبير، بتوافق شيء على هالموضوع؟ هلا هو عامل دراسة بالكلفة. نعم. المباشرة وغير المباشرة. بس نعم. تحطي يعني أنا بعمل كلفة بالمباشرة. نعم.
دكتور عجاء حاطت كلفة غير مباشرة. نعم. كلفة غير مباشرة يعني أدي الاقتصاد سنويا يخسر. نعم. بنتيجة المحلي أو بحجم اقتصادي نتيجة الهدر والفساد. نعم. واصلي معه لخمسة مليار. نعم. أنه هيك بكل الأحوال يعني إن شاء الله أنه يعني ما حدا اللي بتسمع النواب بتسمع الوزراء بعض الوزراء بتشوف أنه هن ضد هالزيادات الضريبية ضد أنه ما يكون في إصلاحات كلهم عم بيحكوا أنه لازم أنه نوقف مزاريب الهدر ولكن بالنهاية ما نعرف على شو بكرة بده يتم التوقيع على هالموازنة ما بده يتم التوقيع هون السؤال الكبير بدي فوت على موضوع النازحين بس كلمة صغيرة الضرائب حق ولكن هالضرائب اللي بدها تاخذها الدوله في عليها واجب الدوله في عليها واجب لازم يقولوا شو هو طيب اللي بدهم يعملوا بموضوع النازحين حبينا انه كان لازم نعطي وقت اكثر دهمنا الوقت ولكن بموضوع النازحين في بغض النظر في مساعدات للنازحين نحن ما عم نحكي انه ما بدنا يكون في نازحين ولكن اليوم في سوء إدارة لمساعدات النازحين عم بتكون في موجودة بالبلد هل فينا نعطي كمان مثل تقدير أو إذا مش رقم عن الكلفة أو العبء الاقتصادي الحاصل بلبنان جراء الوجود النازحين هلأ أول شيء بدلك شو الكلفة التقريبية وبعدين قصة المساعدات نعم. اليوم بالكلفة التقريبية التقديرية نعم. نحن بالدراسات اللي عملناها بنوصل ل 15 مليار دولار تقريبا نعم. بنهاية العام 2016 نعم. عندك سنويا كلفة مباشرة وغير مباشرة من هون كنا عم نحكي بالكلفة نعم. غير المباشرة نعم. اللي كان دكتور عجاء بيحكي عنها بتيجي سنويا تقريبا 4 مليار نحن ما بدنا نتوسع كثير هيدا بس انه هيدا ولكن انه في عنا كلفة يجب ان تدرس سنويا نعم. بس خلينا بقصة المساعدات المساعدات بدها وقت أطول بس كلمة واحدة فضل. بالمساعدات لبنان عم بيطلب مساعدات دولية تقريبا مليارين و400 نعم. مليون عم بيحصل أقل من 50 كل الأحوال ما بقى معنا كتير وقت لنشرح بموضوع النازحين ولكن لا شك لازم إدارة هذا الملف جيدا نحن عنا مقابلة مع وزير الشؤون النازحين الوزارة الجديدة المعين المرعبي بدنا نشوف شو خطة طريقه على أمل أنه نستضيفكم بحلقات لاحقة شكرا لك دكتور عجاء كمان شكرا لك دكتور وزني منشوف هالريبورت منختم فيه الحلقة وتصبحوا على خير بيتفوق لبنان بعدد الوزارات على بريطانيا العظمى وبوقت عم تفتش الدول الراقية على خفض الوزارات لخفض الإنفاق بيتحيل السياسيين عنا لزيادة الوزارات تأميناً لمصالحهم على حساب مصالح الناس تحيل بيتم عبر ما يعرف بوزارات الدولة اللي بتدخل حشو بالتركيبات الحكومية بهدف وحيد لضبط التوازنات ليس إلا مع حكومة استعادة الثقة استعار المسؤولين تسميات ووزارات ليصطلح المشهد السياسي هيدي قائمة بوزارات الدولة رئاسة الجمهورية مجلس النواب مكافحة الفساد شؤون المرأة التنمية الإدارية تخطيط وزارة شؤون حقوق الإنسان ووزارة شؤون النازحين جولة سريعة على أبرز هالوزارات فمثلا وزارة التخطيط مهمتها وضع الخطط الاستراتيجية القطاعية للوزارات إلى وزارة شؤون حقوق الإنسان اللي اسمها خير تعريف عن مهامها أما وزارة شؤون النازحين فمنعرف من وزيرة معين المرعبي عن كيفية اهتمامها بالملف الأكثر جدلاً ببلادنا هالوزارة هيدي يعني عم نشكل فريق العمل فيها ما زلنا نشكل فريق العمل فيها تحديداً إذا بدنا نقول شو هو الهدف وشو هو عملها للوزارة هو حقيقةً نحن بنسميه Coordination and Policy Coordination هو تنسيق ما بين الوزارات من بعضنا البعض داخل الحكومة وبين الجهات المانحة ككل في عنا نحن LCRP يعني خطة الحكومة للتصدي لمشكلة النزوح في لبنان اللي هي تتضمن أمور يعني تتعلق بتأمين يعني منح السوري بيعكار مثلا بنى تحتية غير موجودين نحن أقل من 8% من بيوتنا مش وصلها مي البنك الدولي حاليا بعت لنا الدفعة الأولى وافقنا على الدفعة الأولى من خطة الطرق ضمن يعني القرى والبلدات اللبنانية واللي بتبلغ حوالي 200 مليون دولار على ما أظن الفلسطيني اللي جاي من سوريا نحن عم نهتم فيه يشمل عملنا هذا الأمر الشارع اللبناني اعتاد بالحكومات السابقة على سماع عدة تسميات لعدد من الوزارات ولكن شو بيعرف عن بعض الوزارات المستحدثة؟ وزارة الفساد
ما شفنا شيء عم بكافحوا شيء عم بكافحوا الشعب بس ما عم بكافحوا وزارة النازحين عم يكثروا النازحين اكثر من اللزوم بدل ما يخففون هي شيء منيح تهتموا بشؤون المرأة حقوق وأي حقوق وين في عنا حقوق عنا هون حقوق الإنسان بلبنان ما بتبحث فيها هذه بعد لا ما شفنا شيء لا منيح ولا وحيش بقيتهم ما راح يخلوه يشتغل يعني لحكومة جديدة ما راح يخلوها يشتغل في مين يحاربها هول الفاسدين القدم هن عم بيحاربونا إن شاء الله يعملوا اللي لازم يعملوا يلي الجمعيات عم يكون في جمعيات عم تشتغل هالقصص بدل ما الوزارات تشتغلهم والله ولا وزارة بنعرفها ولا وزارة باش إلنا ثقة بشيء غير ما نشوف لأن هاي دولة بتاخد ما بتعطينا شيء هالوزارات هي على تماس مباشر لخدمة المواطنين وتلبية شؤونهم فهل بخيب الأمل من عدم توصل هالوزارات إلى نتائج ملموسة مطلوبة منا؟ وهل بتبقى هالوزارات مجرد تسميات وهمية بمضامين فارغة؟ برنامج علم خبر بيوعد بمتابعة عملها إضافة إلى عمل بقية الوزارات بالحكومة الحالية.